القياده بتبقى 12 ميل بحري، لكن المنطقه الاقتصاديه وفقا لقانون البحار الدولي اللي بدا سريانه من نوفمبر 1983، وده مودع وثيقه في الامم المتحده، عندما اكتمل النصاب القانوني لهذا القانون الدولي اصبح ساريا على الجميع. نجد ان بعض الدول لم تنضم به ومنها تركيا. تركيا رفضت الانضمام لهذا القانون، ولذلك هي بتطبق افكار غير موجوده وغير معمول بها على الاطلاق، مخالفه للقانون الدولي. وبالتالي لما تتحدد المنطقه الاقتصاديه او المنطقه الاقتصاديه الخالصه بين مصر واليونان، بين مصر وقبرص، بين قبرص واسرائيل ولبنان، بين اليونان وفلسطين، يبقى تركيا ليس لها اي حق على الاطلاق بعد جزيره كريت اليونانيه. نعم. لان كل هذه المناطق تابعه محدد لهذه الدول. محدد حدودها البحريه، حدودها البحريه تابعه لدول اخرى. النهارده الاتفاقيه الباطره اللي وقعتها، او هي مذكره تفاهم في الحقيقه، لانها ما هياش مسمى اتفاقيه مع حكومه الوفاق الليبيه اللي وقعتها في نوفمبر 2019. هذه المذكره التفاهم تركيا تريد ان تستخدمها يعني في فيما لا مجال له، لان تركيا ليس لها حدود مع ليبيا. يعني احنا لو بصينا حتى اي تلميذ في ابتدائي بص على الخريطه لا يجد اي علاقه بين الحدود البحريه بين تركيا وبين ليبيا. هي اعطت لنفسها الحق في انها تتبادل مع حكومه الوفاق الليبيه التنقيب عن الغاز والبترول في المنطقه الليبيه، والليبيا تنقب في المنطقه التركيه بدون اتفاق مع الحدود. فمن هنا هذه الاتفاقيه اللي وقعت بالامس مع اليونان، وقبلها بحوالي نحو اسبوع او 10 ايام وقعت اتفاقيه مع ايطاليا. يبقى هنا احنا بنضع الحدود التي ترغم تركيا وتلزمها بعدم التعدي على حقوق الغير، لانها بترسل سفن التنقيب الى المياه الاقليميه اليونانيه. نعم. واليونان حذرت، وحذرت عسكريا وعملت مناوره عسكريه، وتدخلت المانيا وحذرت الرئيس اردوغان على لسان المستشاره انجيلا ميركل، وقالت له اذا حدث اي تطور فنحن مع اليونان.